يجعل هذا العمل. العنف الرقمي ضد النساء في العالم الافتراضي امتداد وتكريس للعنف الموجه ضدهن في العالم الواقعي من خلال المنشورات المكتوبة أو التعليقات والرسائل المباشرة، إضافة إلى الصور التفاعلية والفيديوهات. موضوع ندوة جلمي مبادرة تبتغي التحسيس بمخاطر هذه الممارسات والوقاية منها. تندرج هذه الندوة وذلك في سبيل الحد من العنف الرقمي للنساء والفتيات، وفي سبيل تعزيز مكانة المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف والتمييز والإقصاء. هذا العنف الرقمي هذا اللي أصبح كيشكل خطر على الفتيات بشكل كبير وعلى المرأة بصفة عامة، يكون في يعني يكون في واحد المراقبة، واحد التشديد. الندوة مناسبة لتعريف النساء بالترسانة والآليات القانونية التي تجرم هذا النوع من العنف. الغرض من هذه الندوة هذه كذلك هو تعبئة الفاعلين المحليين من أجل يعني صياغة واحد المخطط من أجل النهوض مناهضة العنف وتصد لهذه الظاهرة. بقدر ما يشكل التطور الرقمي رافعة للتنمية والعلم والرقي، فإن البعض يستغله في جانبه السلبي ليصبح فضاء لممارسة العنف ضد النساء.